يقول قلنا لا فابريك دي بريزيدون ما بقاش والحمد لله. علاش نقولها كي نقول منتخب شعبي؟ انا دائما باش نذكر بان وقت صناعه الرؤساء ولا للابد ان شاء الله. تعديل الدستور يعني في الوقت الراهن يعني ضروره حتميه باش نحدثوا التغيير، باش نعملوا التغيير مع الحوكمه اللي خرج الشعب 20 مليون من الشعب او 15 مليون ما يهمش، المهم ملايين من الشعب خرج وقال وطالب بالتغيير. ولكن الحمد لله النضج تاع الشعب الجزائري يعني التغيير السلمي التغيير السلس. شارك في البناء تاع الوطن تاعك، شارك برايك، ما قلنالوش شارك بغير رايك، شارك برايك الشيء اللي راك مقتنع به، ولكن شارك بمسؤوليه، شارك بمسؤوليه، ادي الواجب نتاعك وفي ليزولوار واحد ماهو معاك ليزولوار بينك وبين ضمير. اي تغيير دستوري يعني من المفروض ان يكون لاجل بعيد ان شاء الله. والمكسب الدستوري لا يعني ماهيش من فائده الشعب باش يتنازل عليه بسهوله، وبالتالي على قدر ما تكون المشاركه الشعبيه قويه على قدر ما يكون هذا الدستور مفروض بقوه.